إذا للحديث أكثر ينضم معنا عبر سكايب من غزة السيد هشام مهنا المتحدث الرسمي للجنة الصليب الأحمر الدولية. أهلا بك سيد الكريم. بداية، كيف يبدو النظام الصحي في غزة إجمالا، وهل وصلت لربما في الآونة الأخيرة مساعدات طبية؟ شكرا لكم على الاستضافة. لقد وصل القطاع الصحي بأكمله في قطاع غزة إلى نقطة لا يمكن الرجوع منها، نظرا لتدهور الوضع الإنساني بشكل كبير واستنزاف كل الموارد الطبية من مرافق صحية ومستشفيات وكوادر طبية وإمدادات أيضا صحية أو حتى إمدادات الوقود على مدار أسابيع طويلة. لقد شهدت أيضا في الآونة الأخيرة طوال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، شهدت المستشفيات في جنوب غزة أيضا سيلا متدفقا من الجرحى والمصابين بأعداد كبيرة جدا وبلا توقف، وهذه كانت أولويتنا أيضا في إسناد هذه المستشفيات وإمدادها بكل ما يلزم ومتوفر أيضا لدينا من كوادر طبية كأطباء تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر دخلوا إلى قطاع غزة أثناء فترة هذا النزاع، بالإضافة إلى تسييرنا إلى عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والمستلزمات والأدوية اللازمة لعلاج الحالات المستعصية من المصابين ومساندة الفرق الطبية هناك في فرز المصابين حسب درجة الخطورة وإعطاء الأولوية لمن هم في حاجة ماسة إلى الدخول إلى غرف العمليات إما لترميم العظام أو لعلاج الحروق المستعصية. نحن نعمل جاهدا بهدف أيضا محاولة إيصال الدعم الإنساني فور توفره في قطاع غزة إلى مختلف أنحاء القطاع بما فيها شماله. نعم، طيب، هل ما زالت إسرائيل ربما تمنع دخول الشاحنات، شاحنات الوقود، وما مدى حاجة المستشفيات اليوم حتى في شمال القطاع للوقود؟ الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بالوقود بالتحديد آخذة في التدهور خاصة في شمال غزة، نظرا لتوقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل وأيضا مضخات مياه الصرف الصحي، فضلا عن المنازل التي خلت يعني بنيتها التحتية من إمدادات المياه نتيجة لغياب تام للتوليد لمصادر توليد الكهرباء المستخدمة لهذا الغرض. أما بالنسبة لدورنا في موضوع الوقود بالتحديد، نحن لسنا جهة يعني تعمل في إدخال الوقود، هناك جهات فاعلة إنسانية أخرى في قطاع غزة كالمنظمات الأممية تعمل على إدخال الوقود وفقا للكميات المسموح بها وتقوم بإيصاله إذا ما توفر لديها أيضا السماح بإيصال هذا الوقود بالكمية أو المكان المحددين. نحن أيضا نواجه تحديا كبيرا في إمدادات الوقود الذي يؤثر على استمرار أداء عملياتنا الإنسانية على نطاق واسع، بالإضافة إلى أيضا محدودية ما يتم إدخاله من مساعدات إنسانية وشاحنات محملة بالغذاء والدواء وأيضا الوقود. نعم سيد هشام، إلى أي مدى هنالك حاجة لربما للهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الطبية لاسيما وأنها في يومها الأخير؟ يعني أي مساعدات إنسانية تدخل بأي وتيرة تفضي إلى تخفيف وطأة المعاناة، إما عن أسرة يعني تجلس في مركز إيواء أو أيضا أسرة لا تستطيع حتى اللحظة من توفير سقف فوق رأس أولادها أو إيصال بعض الدواء اللازم لعلاج بعض الجرحى، ولكن في ظل التدهور الإنساني المهول في قطاع غزة على مدار أسابيع لا نعتقد بأن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية التي نشهدها على مدار الأيام السابقة قد تلبي جزءا ولو بسيطا من الاحتياجات الإنسانية. نعم، طيب اليوم الصليب الأحمر الدولية هل هي بحاجة لربما إلى دعم من منظمات دولية أخرى أم أنها مكتفية؟ هل من فضلك بس لو تكرري السؤال؟ سيد هشام، اللجنة للصليب أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر هل هي بحاجة إلى إمدادات أخرى من قبل منظمات دولية أخرى؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة إنسانية مستقلة ومحايدة، نعم، هذا ترحب بأي جهود يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدراتها على الاستجابة. نحن لدينا أطنان من المساعدات الإنسانية تنتظر إشارة السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، هناك فرق أخرى أيضا من الصليب الأحمر تنتظر إشارة السماح لها بالدخول ومساندة الفرق الموجودة في قطاع غزة سواء التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو كوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة و جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. طيب سيد هشام، كيف تداركتم موضوع الأطفال الخدج والرضع الذين هم بحاجة إلى عناية مركزة وماسة؟
ما الذي فعلتموه؟ لأن هنالك فيديوهات أظهرت بأن البعض من الأطفال قد توفوا بسبب نقص الأكسجين على سبيل المثال. للأسف يعني هذه حقيقة مؤلمة للغاية، ولا يوجد أي كلام يعرفه بشر يمكن أن يصف فظاعة هذا الموقف. للأسف هذا دليل على أن المدنيون والأطفال أيضا هم من يدفعون التكلفة الباهظة في كل جولة تصعيد تشهدها غزة وأهالي غزة. هذه ثانية جولة للحرب التي شهدها الأهالي في غزة لهذا العام وحده. ولكن نحن تلقينا عدة نداءات من وزارة الصحة الفلسطينية، وكنا نواجه صعوبة بالغة جدا في القدرة على الوصول إلى شمال غزة لإجراء العمليات الإنسانية هناك وإخلاء المصابين والجرحى بما فيهم الأطفال الخدج من مجمع الشفاء الطبي وغيره. وهذه العملية بالتحديد إخلاء الأطفال الخدج يعني عملية معقدة للغاية، تتطلب تدابير سلامة وأمان عالية جدا، وتتطلب أيضا يعني مقومات لوجستية نفتقر لها. لا يمكن أن نقوم بالمخاطرة في أرواح هؤلاء الأطفال وإخراجهم دون التأكد تماما من توفير الممر الآمن المطلوب للوصول بهم إلى مار الأمان. لقد نجحنا سابقا في إخراج أو إجلاء عدد من المصابين في سيارات إسعاف، رافقناها من مجمع الشفاء الطبي إلى معبر رفح بعد أن تقدمت لنا السلطات بهذا الأمر، وبعد أن تقدم لنا طرفي النزاع ضمانات أمنية تمكننا من أداء هذا العمل. هذا ما افتقرناه في الآونة التي اشتدت فيها وتيرة الحرب خلال الأسابيع التي مضت، خاصة في شمال غزة. لقد كنا نتلقى اتصالات بالآلاف من المدنيين في داخل من مختلف أنحاء مدينة غزة والشمال، يطلبون منا الخروج ويطلبون منا توفير ممرات آمنة، ولكن هذه مهمة الأطراف المنخرطة في النزاع. لقد كنا نطالب بضرورة توفير الحماية الفورية والمطلقة للمدنيين الذين هم محميون بموجب القانون الإنساني. حتى المستشفيات ومن فيها من مرضى وجرحى وكوادر طبية، هؤلاء يتمتعون بحماية خاصة في مظلة القانون الدولي الإنساني، ليست حماية عادية. ولقد كنا يعني لا ندخر جهدا في سبيل التأكيد على ضرورة احترام وحماية المدنيين مع كافة الأطراف بما فيها الجهات الإسرائيلية أيضا. نعم، على الرغم من الحديث وأيضا ما ذكرته حضرتك قبل قليل بأن المساعدات الطبية والغذائية تدخل بين الفينة والأخرى، ولكن هل هي كافية لسد الحاجة بشكل عام؟ لأن الصحة العالمية ذكرت بأن هذه المساعدات غير كافية. طيب ما الذي يمنع دخول المساعدات بشكل كامل؟ أولا ضيق الوقت، ثانيا الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة. تخيلي أن يعيش 2,300,000 مواطن في ظروف لا إنسانية على مدار أسابيع، كيف يمكن لأي مساعدات إنسانية تدخل على مدار أيام قليلة أن تسد احتياجاتهم بالأكمل؟ هذا أولا. ثانيا لا بد من زيادة فرص أن يكون هناك مداخل أخرى لقطاع غزة يتم تفعيلها بهدف مضاعفة الاستجابة الإنسانية في نفس الوقت. هذا الأمر لا يتوفر في ظل غياب تام لكافة المعابر التي كانت بين إسرائيل وغزة. قطاع غزة كان لديه 7 معابر مختلفة مع إسرائيل وجمهورية مصر العربية، وبعد وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن كان لديها فقط 3 معابر: إيرز، كرم أبو سالم، ومعبر رفح مع جمهورية مصر العربية. المعبر الوحيد الذي يسمح للدخول عبره للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية هو معبر رفح، وله طاقة استيعابية محدودة. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا السيد هشام مهنا المتحدث الرسمي للجنة الصليب الأحمر الدولية عبر خدمة سكايب من غزة. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.